وهي كيفية المطالبة بإيصال الأمانة جنائيا. إذا ثبت لديك أن الشخص الذي استلم المبلغ لم يقم بتوصيله إلى الشخص الثالث المراد التسليم إليه رغم فوات الموعد المتفق عليه لتوصيله، ماذا تفعل؟ لديك طريقين لاتخاذ الإجراء القانوني، إما بطريق الجنحة المباشرة أو الجنحة غير المباشرة. الجنحة غير المباشرة أنت بتروح بتقدم بلاغ إلى الاسم اللي أنت الواقع في دايرته، محل إقامة المدين اللي هو اللي استلم الفلوس وعايز تشتكيه بأنه ما وصلهاش للطرف الثالث، حسب محل إقامته بتروح تشتكيه في الاسم أو المركز التابع له في دايرته، بتقدم بلاغ للمأمور وبترفق بيه صورة من صورة ضوئية من الإيصال، وإذا كان معاك صورة بطاقة المدين يبقى كويس لأنك بتسهل بطريق رقم القومي سرعة القبض عليه أو تسجيل بياناته على كمبيوتر الداخلية. بتقدم بلاغ وبياخدوا أقوالك وبترفق صورة الإيصال اللي هي مستنداتك مع البلاغ، وبيتحرر المحضر وبيبعته للمدين يستوفوه بسماع أقواله. إذا حضر بيعرضوه على النيابة والنيابة وشؤونها في ذلك، وبيكده كده بتقيد جنحة ضد المدين المتهم، بتقيد جنحة ضده جنحة خيانة أمانة في دائرة إقامته في محكمة دائرة إقامته. بذات الطريق اللي هو الجنحة المباشرة اللي هي بترفع عن طريق الأستاذ المحامي من مكتبه، بترفع جنحة مباشرة بخيانة الأمانة بموجب الإيصال، ودي بتبقى صحيفة جنحة زي صحيفة الدعوة المدني كده، جنحة مباشرة خيانة أمانة بتبقى زي صحيفة الدعوة المدني. بيحرر الجنحة وبيروح يدفع الرسوم في عند رئيس الألم الجنائي، بيدفع الرسوم وبيحدد له جلسة، وبعد ما يعلنها للخصم اللي هو المدين بيستلمها من أهل المحضرين وبيروح يأيدها في اسم أو مركز الشرطة برقم قضائي، ويعيد الصحيفة مرة أخرى للألم الجنائي لقضها بجدول المحكمة لتسلم السكرتير الجلسة المحدد لنظر الجلسة أمام دايرته عشان يورضها في الجلسة وفي رول الجلسة. وبكده انت تبقى رفعت الجنحة يا إما بطريق الطريق اللي هو المباشر او بالطريق غير المباشر، وتبقى كده او كده هي جنحة. ولكني انا شخصيا افضل انك انت تحرر الجنحة بالطريق غير المباشر انت او المحامي بتاعك عن طريق الاسم والنيابة، عشان بتتأيد ضد المتهم وحسب قانون الاجراءات الجنائية حتى لو المتهم استأنف لابد من حضوره شخصيا في الاستئناف. انما الجنحة المباشرة اللي بترفع عن طريق مكتب المحامي كصحيفة في الاستئناف يجوز الحضور عن المتهم بتوكيل، ولكن تهديد المتهم بالسداد والوفاء قبل الاستئناف ان هو في الاستئناف بيحضر بشخصه بيبقى معرض للحبس، وهي دي قوة العقوبة التهديدية في الجنح. كده يبقى انت اتخذت احد السبيلين اللي بيروق لك، وانا فضلت منهم اللي هو عن طريق المحضر عشان ده بيبقى سهل في سرعة الضبط والقبض على المدين في حالة وصوله الى مرحلة الاستئناف. وبكده نكون استوفينا كيفية المطالبة بوصل الامانة جنائيا. انا بحدد ليه جنائيا؟ لان في طريق مدني اخر هيكون لنا لقاء اخر فيه.